السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف صحة وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو. شفتوا أنني غندير معكم واحد الميني تارت بالتفاح، كيجيو ولداد بلا بات فويتي، كيجيو ساهلين. ومهم كناخدو واحد لاطا كنفرشو لها بابي كويسون، وكنوضع هنايا العسل، كندير القطرات ديال العسل بهذه الطريقة كيف ما شفتوها. التفاح كنكون موجدة مقطع على شكل هلال، وغادي نكون موجدة في نفس الوقت قطع ديال لاباط فويتي اللي كنقطعهم سواء ديروهم على شكل كاري او على شكل مستطيل على حسب الحجم ديال قطع ديال التفاح اللي كديرو. من بعد كنوضع فوق منهم السكر يعني سنيدة، وكنوضع شوية ديال القرفة، وكنوضع كذلك شوية من السكر فاني يعني كيس فاني منكه بالبرتقال او لا بالفاني. ومن بعد كنوضع فوق منهم قطع ديال لاباط فويتي كيف ما تتشوفوا. من بعد كناخد واحد الموس وكنحلها غير من الوسط، لان غادي نتنيها من الجناب، وصافي كندهنهم باصفر البيض. مني غادي نكمل غادي ندهنهم كلهم وكندخلهم الفران بطبيعة الحال، كتبوا على درجة الحرارة 180-190، كنخليهم يتحمروا شي شويه من تحت، عاد كنطلع اللاطه شويه للرف الثاني باش كيتحمروا لينا الوجه ديالهم من الفوق. فغنخليكم مع الطريقه ديال هاد لي ميني تارت، ونرجع معاكم للشكل الثاني وهو البالمي. من بعد ما تنخرجوهم من الفران كنحيدوهم بهذه الطريقه هذه، وكنزينوهم باي حاجه نتوما بغيتو. انا درت ليهم سكر ثقيل يعني سكر غلاسي، وممكن ديروا لوز ايفيلي الا كاين موجود، ما كاينش ممكن تخليهم غير بسكر ثقيل ماشي مشكل. ودابا غادي ندوز معكم الشكل الاخر ديال بامي، ف بقاو معايا بطبيعه الحال. بالنسبه للبالمي كيف ما تشوفوا، كناخذوا قطعه من لاباط فويتي وكنحاولوا نفرشوا كميه من السكر حبيبات يعني سكر سنيده، وكنبقاو نسرحوا في هذيك القطعه، وكنعاودوا نرشوا مره السكر ديال سنيده، وصافي حتى كنسرحوها على السمك اللي حنا بغينا. فهنايا من بعد ما يعني سرحت العجين ديالتي مزيان، كنتمنى يكون واضح السمك اللي خصكم توصلوا ليه، كنجيب واحد الموس وكنحاول نقسم هاد القطعه هادي على جوج. يعني الا بغيت نتني الطرف الاخر خاص يكون نفس القياس ديال
يعني الطرف الاخر متفقين. صافي كنطويها على هذا الشكل هذا وكنعاود نثني الجزء الاولاني الثانيه الاولى كيف ما تتشوفوا والجزء الاخر حتى هو كنثنيه وكنعاود نثنيهم بجوج يعني القطعه الاخرى كنعاود نحطها فوق من الاخرى. كنتمنى نكون واضحه. صافي ملي تنحطهم كنحاول غير كنورك عليهم غير واحد التوريكه خفيفه ماشي بزاف يعني كندير واحد الضغطه خفيفه باش كنقادها مزيان. صافي كنجيب من بعد الموس وكنبدا نقطع في دوك لي بالمي. بالنسبه لي بالمي الحجم اللي نتوما بغيتو بغيتو ديروهم صغار بغيتو ديروهم متوسطين بغيتو ديروهم كبار. دونك انا هنا درت تقريبا واحد نص سنتيم باش انايا قطعت لانه بغيتهم غير صغيورين. صافي من بعد ما تنكمل الكميه ديال هاد القطعه اللي عندي كندخلهم للفران. ضروري كنفرشوا لهم بابي كويسون لانهم كلهم فيهم السكر فباش ما يلصقش لينا من الاحسن ديروا البابي كويسون. صافي تندخلهم للفران تيطيبوا على درجه الحراره 180-190 ما تكونش الحراره عاليه بزاف. كنخليهم يتحمروا مزيان من التحت حتى كيبداو شويه يتحلوا عاد كنطلعوهم شويه للرف الوسطاني ومن بعد كنديرهم في الرف الاخراني باش كيتحمروا لينا. هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيجيو زوينين صراحه ومحمرين ونتمنى انتم تجربوهم في الدار وتردوا عليا في التعاليق وتقولوا لي كيفاش جاوكم. وما بقى لي الا نقول لكم مع الف سلامه والى وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله مع الف سلامه.